بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي معاوية رضي الله عنه: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. معاوية رضي الله تعالى عنه يقول أنه قصر من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، وهو النصل الصغير. فقلت له: فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر بعد العمرة. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، فبعدما طاف وسعى قصر من شعره صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، يعني نصل، وهو على المروة، ورأيته يقصر عنه بمشقص وهو أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال أبو عبيد رحمه الله وغيره: هو نصل السهم، المشقص نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض، مشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري، حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، أي نرفع صوتنا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، فالصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا ويجعلوها عمرة، ثم يحرموا بالحج يوم التروية وعليهم هدي التمتع، ومن لم يجد فيصف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، أي نرفع صوتنا،
حدثني حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأتاه آتٍ، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما اختلفا في المتعتين، يعني متعة النساء وهي قد حرمت ونسخت، والثاني متعة الحج. فقال جابر رضي الله عنهما: فعناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. أما متعة النساء فحرمت فلا يجوز أبدا، وأما التمتع بالحج فهو أفضل المناء أفضل النسك لمن لم يسوق الهدي. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا ابن مهدي، حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرن بين العمرة والحج. قال: لولا أن معي الهدي لا أهللت. فصار علي رضي الله عنه قارن كالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي. وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد حاء، وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز قال: حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز: لحللت، أي لولا أني سقت الهدي لحللت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فصار قارنا وطاف وسعى وبقي على الإحرام إلى يوم النحر، ثم يوم النحر بعدما رمى الجمرة وذبح نحر الهدي وحلق وطاف وسعى صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه القارن، يكفيه السعي الأول لأنه لم يتحلل، وأما المتمتع فعليه أن يطوف ويسعى يوم النحر طواف الإفاضة وسعي الحج. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسًا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما، أي بالعمرة والحج جميعًا: لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا. فكان قارنًا وساق الهدي صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى ابن أبي إسحاق وحميد الطويل قال: يحيى سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجًّا. وقال حميد: قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة قال سعيد: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، بفج الروحاء، اسم مكان، حاجًا أو معتمرًا، أو ليثنينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عيسى بن مريم عليهما السلام إذا نزل في آخر الزمان يحرم ويحج، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، اسم مكان، حاجًا أو معتمرًا، أو ليثنينهما، يعني يقرن بينهما. فعيسى عليه السلام في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب
ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويحج أو يقرن بين الحج والعمرة عليه السلام. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة ابن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده بمثل حديثهما، أي الذي سبق. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة أن أنسًا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته عمرة من الحديبية عندما جاء محرم بالعمرة، هذه واحدة، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل عندما صده المشركون في هذا العام، ثم جاء في العام المقبل معتمرا في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة ما حجته كان قارنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: سألت أنسًا رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حجة واحدة، يعني بعد الهجرة، واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 17. قال: وحدثنيه زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، أي وكان حج قبل ذلك بمكة قبل الهجرة، وأما بعد الهجرة حجة الوداع. وحدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، يعني تتسوك. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري، فالحلف بالعمر هذا في نظر، ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمره إلا وإنه لمعه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته كان قارناً صلى الله عليه وسلم، كلها في ذي القعدة، والرابعة مع حجته وكان قارناً صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنانة، أي سواك عائشة، استواك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن، أي ابن عمر؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وصلاة الضحى رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل النوافل في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، فينبغي أن يصلي النوافل في البيت حتى يجعل الله البركة في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار رضي الله عنها، سماها ابن عباس رضي الله عنه فنسيت اسمها، قال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، أي بعيران، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه، أي نسقي عليه الماء. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. اللهم بلغنا صيام رمضان والعمرة في رمضان، والمسلمين والمسلمات في طاعته ورضاه. فالعمرة في رمضان تعادل حجة، ثوابها عظيم. العمرة في رمضان تعدل حجة. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار رضي الله عنها يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان، أي بعيران، كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر، أي البعير الآخر، يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. ففيه فضل العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا وبلغنا وتقبل منا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا جهة الحجون، ويخرج من الثنية السفلى من شبيك. وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. وقال في رواية زهير: العليا التي بالبطحاء، يعني جهة الحجون. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة. قال ابن المثنى: حدثنا سفيان عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها من جهة الحجون، وخرج من أسفلها من جهة الشبيك. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء، أي من جهة الحجون، من أعلى مكة، قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء، أي من جهة المعلى، جهة الحجون. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، أي في جرول عند المستشفى الولادة سابقا، ذي طوى، بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك، وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح، يعني بذي طوى. قال يحيى: أو قال حتى أصبح. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة، أي مكان مرتفع غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، أي هناك، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، أي مكان مرتفع. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل. قال النووي رحمه الله: وهي الثنية المرتفعة من الجبل. الفرضة الثنية المرتفعة من الجبل. استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم، أي هناك، يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة، أي يترك من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني عند القدوم، خب 3، أي رمل 3 أشواط ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة عن حيث الميلين الأخضرين، إذا وصل هناك يرمل في السعي، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك الطواف الأول عند القدوم، يرمل 3 أشواط في الطواف بالبيت، ويسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وأما في طواف الإفاضة ليس في رمل. والرمل خاص للنساء،
النساء خاص بالرجال، النساء لا يرملن لأن تحرك المرأة فتنة، فالرمل للرجال في طواف القدوم 3 أشواط بالبيت وبين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، ثم يمشي 4، ثم يصلي سجدتين من سنة الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من 7، يعني في عندما يقدم معتمرًا أو حاجًا في طواف القدوم يرمل 3 أشواط بين في الطواف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة ويرمل بين الميلين الأخضرين. وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني شوط كامل 3، ومشى 4 في عند القدوم. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا سليم ابن أخضر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني شوط كامل. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشى 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة يعني في عمرة القضاء، فقال المشركون إن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال أي من الضعف، وكانوا يحسدونه، المشركون قالوا ذلك. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4، يعني إظهارًا للقوة وتكذيبًا لقول المشركين أنهم ضعفاء أنهم ضعاف. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا السنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يعني يسألونه يقولون هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم حتى خرج العواتق من البيوت أي البنات الأبكار. قال وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، يعني لا يضرب الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر ولا يحب أن يضرب أحد. فلما كثر عليه ركب حتى يراه الناس، والمشي والسعي أفضل، المشي في السعي أفضل، ويجوز لمن كان له عذر كالمريض. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يزيد، أخبرنا اليريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: وكان أهل مكة، يعني المشركين، قوم حسد ولم يقل يحسدونه، وذلك عندما كانوا مشركين في عمرة القضاء. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. إن صدقوا في أن الرمل في طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه، أي لا يدفعون ولا يكهرون. قال النووي رحمه الله: لا يكهرون، أي لا ينتهرون، ما أحد ينتهرهم، أي لا يزجرهم. كان صلى الله عليه وسلم يسير سيراً خفيفاً حتى لا يؤذي أحداً من الناس صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة، يعني في عمرة القضاء، وقد وهنتهم حمى يثرب، كان بالمدينة حمى، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى إلى الجحفة فصارت طيبة. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، أي أضعفتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. جلس المشركون في سنة 70 عمرة القضاء مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط، يعني لإظهار القوة تكذيباً للمشركين، ويمشوا ما بين الركنين، لأن المشركين من جهة الحجر، فإذا كان بين الركنين ما يراهم. ليرى المشركون جلدهم، أي قوتهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد، أي أقوى من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي الشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، أي الرفق بهم. وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعاً عن ابن عيينة قال ابن عبدة: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. فإغاثة الكفار أمر مطلوب. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، وأما الركنين الشاميين فلم يمسهما لأنهما ليس على قواعد الخليل إبراهيم عليه السلام، لأن المشركين لما بنوا الكعبة تركوا 6 أذرع أو 7 أذرع من البيت وهو الحجر، فالركنين الشاميين، الركن الشامي والركن العراقي، ليس على بناء إبراهيم عليه السلام، فلم يمسحهما بل مسح الركن اليماني والحجر الأسود. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الحجين الجمحيين. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعًا عن يحيى القطان، قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعًا عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمر حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. فتقبيل الحجر عبادة لله، أما الحجر نفسه لا يملك شيئا، لا نفع ولا ضر، إنما نقبله عبادة لله لا للحجر. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبل الحجر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، يعني عبادة لله لا للحجر. حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب، ويقول: والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وأبي كامل: رأيت الأصيلع،
الأصلع الذي ليس على رأسه شعر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعاً عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال ذلك حتى لا يعتقد المشركون البركة في الحجارة، فالبركة بيد الله، إنما نقبل الحجر عبادة لله، لا أن الحجر ينفع أو يضر، إنما نقبله عبادة لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني يقبلك ابتداء عبادة لله عز وجل. قال النووي حفيا يعني معتنيا عبادة لله عز وجل. وحدثني أبو محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا أي معتنيا، ولم يقل والتزمه. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، طاف على بعير وبيده محجن وهي العصا المحنية رأسها، لأنه راكب يدخل المحجن في الحجر، ولأنه راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، يعني يقتدوا به وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه أي استمعوا عليه للاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف، أن يكون مرتفعاً ليراه الناس وليسألوه، فإن الناس غشوه أي ازدحموا عليه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال النووي رحمه الله فإن الناس غشوه أي ازدحموا عليه. حدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، يعني كراهة أن يضرب الناس للزحام، بل طاف على بعير ليراه الناس ولا يضرب أحد شفقة ورحمة صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه
ويقبل المحجن. المحجن عصا محنية الرأس، كان يضعها في الحجر ويقبل المحجن لأنه وصل إلى الحجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي أي مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فدل هذا على أن المريض إذا طاف على راحلة أو نحو ذلك يجزي عنه، وهذا من رحمة الله تعالى. وفيه دليل على أن المرأة ليس عليها صلاة الجماعة، فالرسول يصلي وهي تطوف على بعيرها. وفيه أن بول وبعر ما يؤكل لحمه طاهر، لأن البعير قد يبول وقد يبعر، ولكن طاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أن ما يؤكل لحمه الإبل والبقر والغنم بعر ذلك وبوله طاهر، وهذا من رحمة الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال قلت لها إني لا أظن رجلا لو لم يطب بين الصفا والمروة ما ضره. هذا عروة بن الزبير يقول. قالت لما قلت؟ لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. الذي ما يطف بين الصفا والمروة لا يتم حجه ولا تتم عمرته، لا بد من السعي بعد الطواف. ولو كان كما تقول يعني لا حرج لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن الآية أن يطوف بهما، ليس في لا، فدل على أن السعي واجب ركن من أركان الحج وأركان العمرة. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار يعني في الجاهلية كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون يعني في حال شركهم، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. فالسعي بين الصفا والمروة عبادة بعد الطواف، بعد الطواف العمرة وسعي العمرة، بعد الطواف الإفاضة وسعي الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما أرى علي جناحاً أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. هذا عروة يقول. قالت لما قلت؟ لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. الله ما قال لا يطوف، قال أن يطوف. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار يعني في الجاهلية كانوا إذا أهلوا لمنات صنم في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلا عمري والحلف بعمر في نظر ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير، قال: قلت لعائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: ما أرى على أحدٍ لم يطُف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فكان السنة، وإنما كان من أهل من أهل لمناته، يعني في زمن الشرك، لمنات الطاغية صنم التي بالمشلل اسم مكان، كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من علامات دينه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ليس في لا. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم يؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء الذين كانوا لا يسعون، والذين كانوا يسعون لأصنامهم، فالله تعالى أبطل الشرك وأعمالهم، والسعي بين الصفا والمروة عبادة لله جل جلاله. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، يعني في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. والسعي ركن في الحج وركن في العمرة. وحدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان قبيلة يهلون لمنات صنم، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطوف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من علامات دينه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله، وتذلل وخضوع بين يدي الله عز وجل. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، يعني القارن الذي أحرم بالعمرة والحج وطاف وسعى وبقي على الإحرام إلى يوم النحر فيطوف طواف الإفاضة، السعي الأول يكفي هذا القارن. وأما المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى بعد يوم النحر، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، أما القارن يكفيه السعي الأول ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، أما المتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: إلا طوافاً واحداً طوافه الأول، يعني القارن يكفيه السعي الأول لأنه لم يتحلل، وأما المتمتع فلا بد أن يطوف ويسعى بعد طواف الإفاضة يسعى سعي الحج. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ردفت أي ركبت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب، طريق بين الجبلين، الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ يعني أناخ راحلته فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء الماء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، يعني صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، أذن المؤذن وصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ركعتين، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع صباح يوم المزدلفة، ركب الفضل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال كريب: فأخبرني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، التلبية من حين ما يحرم الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، كل ذلك تلبية، ثم بعد ذلك يكبر بعدما رمى جمرة العقبة أيام التشريق يكبر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع أي من مزدلفة، قال: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حاء وحدثنا ابن رمح أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، يعني لا تزدحموا ولا يؤذي بعضكم بعضا، وهو كاف ناقته أي كاف زمام الناقة حتى لا تسرع وتؤذي الناس، حتى دخل محسرا اسم موضع وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة، يعني مثل بعر الغنم لا يكون حصى كبار. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، فرمي الجمرة يكون بحصى مثل بعر الغنم لا حصى كبار، ورمي الجمار إقامة لذكر الله، تقول: الله أكبر الله أكبر
مع كل جمرة. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يحذف الإنسان.